هذا المستشفى يعتبر بلورة على أرض الواقع لاستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بالنسبة للإضافة اللي زادنا هذا السبيطار هو خفف الاكتظاظ على المستشفيات الكبيرة اللي كاينة في مراكش. هذا السبيطار جاي في موقع مزيان وقريب لينا. تستقبل يوميا يعني العشرات اللي نقول المئات من الحالات على مدار الساعة. تكون كتعتبر كأنتيبيوتيك ولا مضاد حيوي طبيعي اللي ما عندوش أعراض ولا تأثيرات جانبية. أصلا نبسطوا الأمور ونعطيو نصائح المرضى كيفاش يتعيشوا مع مرض السكري. نتواجد حاليا بمستشفى القرب المحاميد بمدينة مراكش بحي المحاميد تحديدا، والذي يعتبر حاليا من أحسن المستشفيات بالمدينة الحمراء. تم تدشين هذا المستشفى منذ فاتح مارس 2022 في إطار شراكة جمعت بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة مراكش أسفي في إطار المشاريع مراكش الحاضرة المتجددة. ومنذ ذلك الحين والمستشفى الحمد لله في تطور دائم. هذا المستشفى يعتبر بلورة على أرض الواقع لاستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تتميز بسياسة القرب وتسهيل ولوجية المواطنين لخدمات صحية على مستوى وجودة عالية. أنا نتواجد في منطقة المحاميد مستشفى القرب. أنا نتواجد دابا عندي الزوجة ديالي عندها رونديفو مع الطبيبة ديال النساء والتوليد. الحمد لله الامور غاديه مزيان، كاينه سلاسه هنا في التنظيم، الناس خدامين تيقوموا بالمجهودات ديالهم. بالنسبه للاضافه اللي زادنا هذا السبيطار هو خفف الاكتظاظ على المستشفيات الكبيره اللي كاينه في مراكش بحال المستشفى الجامعي محمد السادس ومستشفى ديال بن طفيل سيفيد. عندي القلب وعندي واحد الركبه تضرني ومشيت عند الطبيبه قلت لها الله يخليك راه هضرني وهضرني، تعطيني هذا السبيطار ديال المحاميد. أنا جيت دابا وقت نسمع النبوة ديالي. كساكنة في هذه المنطقة المهم حيد داك الضغط، نقص داك الضغط اللي كان بالنسبة للمستشفيات اللي في المدينة، حيت كان المستشفيات عليهم الضغط كبير. المهم نقص هذاك لا بليبار ديال المواطنين الناس اللي تيتعالجوا نقصهم. عندي الروماتيز بعد ديك الخميس شي 10 سنين ولا اكثر عادي، ودي صيفطوني ديك الساعه الممونيه تندير التحاليل والراديوات وترد دم الطبيبات وتعطيني الدواء وداك الشيء. ضرني رجلي يا ولدي، ضرني رجلي ما عرفتش 4 شهور هذه ولا 5 كضرني. شوف رجلي اش انا اش عصبة اش سلام الحاج لاباس لاباس بخير اش كيبان لك الحاجة؟ رجلي وليدي هادي شي 4 شهور ولا 5 وليدي. واش كضرني ملي كتمشي عليها ولا غير ملي كتكوني؟ حيت كنتمشى واحد الشوي كتعطيني صداع بزاف. ما كتخواش؟ كتخواش عليك؟ لا ما كتوقفني كتعطيني صداع. ما كتبقاش ترتخ كدير الصوت؟ كيعطيني صداع وليد. المفاصل الاخرين ما تيضروش؟ لا انا عندي ديال الطونسيون. كدوي على الطونسيون؟ عندي الطونسيون وعندي الاعصاب. ودايره ريجيم؟ شويه دايره ريجيم لا من الطونسيون. هاد المريضه جات عندنا لقسم المستعجلات حيت عندها واحد الالم على مستوى الركبه اليسرى. اكور يعني احنا بعد الفحص السريري غادي نديروا لها واحد الفحص بالاشعه. اكور وعلى حسب فحص الاشعه غادي نشوفوا شنو الدواء اللي ممكن نوصفوا ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كان الدواء يتعطى غير على مستوى المستشفى راه غادي نوصفوا ليها. الا كان خصها استشاره عند طبيب اختصاصي غادي نعطيوها الانفيج ليزون باش تمشي للمستشفى الاختصاصات ان شاء الله الرحمن الرحيم.
يعد قسم المستعجلات يعني من بمستشفى القرب المحاميد يعني من بين اهم المصالح في المستشفى، حيث كنستقبل يوميا يعني العشرات الى نقول المئات من الحالات على مدار الساعه يعني ليل نهار، وتتكون تنتوفر على جوج ديال المسارات، تيجي على جوج المسارات، كاين المسار الاخضر والمسار الاحمر، يعني حيث ان المسار الاخضر كيدوزو فيه يعني الحالات البسيطه، والمسار الاحمر الحالات يعني المستعجله والخطيره، يعني وتوفر قسم المستعجلات على قاعه الفحوصات، قاعه علاج الصدمات، قاعه العلاجات التمريضيه، وعلى قاعه ديال الملاحظه. افتتاح المستشفى الى حدود الساعه الحصيله ديال الخدمات التي قدمت للساكنه ديال منطقه المحاميد خاصه ومدينه مراكش على العموم هي جد مشرفه. وفقط على سبيل المثال للحصر، فمصلحه المستعجلات التي تعتبر القلب النابض للمستشفى قدرنا اننا نتكفلوا ونستقبلوا ما يزيد على 3000 حاله استعجاليه كل شهر، يعني بما معدله 100 حاله تقريبا ديال المستعجلات اللي كنشوفوا في مصلحه المستعجلات. كذلك مصلحه الولاده والام والطفل قدرت انها تكفل غير في السنه المنصرمه ديال 2022 بتقريبا واحد 2000 حاله ولاده، وبما في ذلك الحالات المستعصيه التي تتم احالتها على المستشفى الجامعي محمد السادس. والحمد لله لم نسجل اي حاله وفاه في صفوف الأمهات الحوامل التي تم التكفل بها في المستشفى. كذلك بالنسبة لمصلحة الاستشارات الطبية الاختصاصية، فهذه المصلحة هذه كتقوم بما يزيد على 500 استشارة طبية اختصاصية من مختلف التخصصات، يعني الجراحية والطبية، كتخصص الجراحة العامة، تخصص طب الأطفال، تخصص النساء والتوليد، تخصص أمراض الغدد وداء السكري، وكذا تخصص الإنعاش والتخدير. السيدة عندنا هنايا متبعة الحمل ديالها في هذا السبيطار في هذا المستشفى القرب، وكان جات عندنا في الفحص ديال الشهر 3 شهور الاولى، من بعد دابا عاوتاني جات 6 شهور باش ديما نديرو كونترول ونشوفو واش البيبي واش كلشي مزيان مع الجنين. الحمد لله عندها كلشي مزيان. هذا المستشفى الامتياز اللي عنده هو تنتبعو مع المرأة الحمل ديالها من الاول حتى الاخر، عندنا الكونترول ديال 3 شهور ديال 6 شهور، من بعد 6 شهور تنشوفو ديك الساعة شنو الطريقة ديال الولادة، واش قيصرية ولا ولادة عادية. هذا هو الامتياز ديال هاد المستشفى. إلا كانوا حالات مستعصية هي اللي تنصيفطو المستشفى الجامعي ديال محمد السادس. الحمد لله بعدا كنشكرو الناس اللي حلوا لينا هاد السبيطار هنايا، بعدا قربوا لينا هاد المستشفى كنتبعوا فيه. الحمد لله تبعت فيه الحملة ديالي، كنتمنى ان شاء الله نولد فيه. الحمد لله كل ما حلوش لينا كنكون كنتعذب، كنمشي للسبيطار بعيد، ترونسبور وبزاف د الحوايج. هاد السيده جات عندنا حيت كملت 9 اشهر وجات تقلب تشوف واش قربات، واش الولاده غادي تدوز عاديه نورمال ولا غادي تدوز سيزاريان. المهم دابا كنشوف لها الدقات ديال القلب باغ مونيتورينغ باش نشوفوا واش الحاله ديال الفيتوس ديالها مزيان. حنا دابا في غرفه الولاده، عندنا هاد السيده راه فيها لوجع، دابا في المراحل الاخيره ديال اللوجع، كنتسناو ان شاء الله ما بقى والو، وحنا غادي نستقبلوا البيبي ديالها. سي اون بريمي بار، الولاده الاولانيه ديالها راه داري لها كاع لو نيسيسير، وكنتسناو ان شاء الله الله يفكها على خير يا ربي وتفرح بوليدها ان شاء الله. انا
انا كطبيبه اطفال في مستشفى قرب ديال محاميد، الخدمات اللي كنقوموا بها كاين اولا كاين الفحوصات الخارجيه، كنشوفوا الاطفال كيجيو عندنا بمواعيد على قبل الامراض المختلفه، كنشوفوهم كنديروا التتبع ديالهم في الفحوصات الخارجيه. من غيرها كاينه مراقبه الاطفال الرضع اللي كيتزادوا عندنا هنايا في السيرفيس ماتيرنيتي في لوبيتال ديال محاميد، والحالات اللي ما كنقدروش نتبعوها ما عندناش امكانيات هي اللي كنضطروا ديك الساعه نسيفطوها للمستشفى ديال المستوى الثالث. بالنسبه لمن غيره كاين عندنا بلاصه ديال لوسبيتاليزاسيون في سيرفيس الفوق، دونك لوسبيتاليزاسيون كنعسوا الحالات اللي كتجينا في المستعجلات اللي خطيره اللي خاصها تنعس، اللي كتحتاج سوا اون سيرفيونس رابروشي كتبقى عندنا في لو سيرفيس، سوا بوغ لو تريتمون ندوزو ليها الدواء وكنشوفو الحاله ديالها كتستقر عاد كنخرجو ان شاء الله وكيبقاو متبعين معانا. كما كتشوفوا كاين حنا دابا في مصلحه الولاده اللي هي كتوفر على 6 ديال الغرف فرديه للولاده معززه باليات وبمعدات طبيه جد متطوره، وكذلك هناك وحده الخداش وحديث الولاده اللي بدورها كذلك توفر على مجموعه من المعدات الجد متطوره. كذلك عندنا في الطابق العلوي مصلحه الاستشفاء فما بعد الولاده اللي كيتم فيها نقل النساء اللواتي تم توليدهن في مصلحه الولاده، حيث تتم اقامتهن لمده 48 ساعه من اجل المراقبات وضعيه صحه الام والرضيع. كداوي البوب العينين كديري لهم التقطيره؟ السلام عليكم، صباح الخير. صافا كديره مدام؟ لاباس عليك؟ كي دازت الولاده؟ كلشي مزيان، البيبي مزيان الحمد لله على السلامه. كتعطيها ترضع؟ رضاعه طبيعيه. اذا مصلحه الام والطفل هي كتشمل مجموعه الاقسام، من بينهم قسم الولاده اللي حنا كنتواجدوا به، وقسم ما بعد الولاده هذا هو القسم اللي كتوضع فيه النساء الحوامل من بعد ما كتتم عمليه الوضع ديالهم في احسن الظروف. الحمد لله هاد المصلحه هذه كتضم واحد العدد من الاطر الصحيه التي تتميز بكفاءه عاليه. الحمد لله عندنا واحد الفريق يضم 26 مولده وجوج ديال الاطباء ديال النساء والتوليد، والحمد لله هاد المصلحه هذه قدمت واحد الحصيلة مهمة منذ الافتتاح ديال المستشفى إلى يومنا هذا. فغير في السنة المنصرمة قمنا بالتكفل ديال واحد عدد تقريبي ديال 2000 حالة ولادة، بما في ذلك الحالة المستعصية التي تتم إحالتها إلى مستشفى محمد السادس الجامعي. عندنا واحد 10 ديال ليلي 10 الاسره، دونك عندنا 3 ديال الاطباء جراح دونك مختصين في الجراحه العامه. العمليات بحال هكا استئصال المراره دونك الفتق و العمليات اللي زعما ديال الجراحه العامه تقريبا. الخدمات اللي كنقدموا هنايا اولا كن باستشاره مع الاطباء الجراحون كيشوفوا المريض كيصيفطوه لينا، اولا كنديروا الكونسلطاسيون الاولى كنشوفوا المريض كنحاولوا نبرمجوه باش يكون موجود العمليه. الا كان عنده شي مشكل مثلا في الضغط الدموي ولا في السكري كنقادوه كنديروا التحاليل كلهم، كنديروا ليه مثلا الا كان مشكل ديال القلب ولا شي حاجه التخطيط، ومن بعد ملي كنبرمجوه كنبرمجوه على اساس انه يستحمل العمليه هنايا، كندخلوه لقاعه الجراحه كدوز العمليه بسلام الحمد لله، وكنجيبوه هنا لهاد القاعه هادي ديال ما بعد العمليه هنا لصال ريفي، ومن بعد كيطلع للسيرفيس كيكون بخير وعلى خير. هذه مصلحة ديال الترويد الطبي بمستشفى القرب من حميد، هي مصلحة اللي كتأوي العديد من المرضى سواء الداخليين أو المرضى اللي كيجيونا من الخارج ديال المستشفى. تتكون هذه المصلحة من عدة وحدات فيما يخص الإلكتروثيرابي، لا ميكانوثيرابي، لا كريوثيرابي، دونك مجموعه ديال لي ديسيبلين اللي داخلين في اطار ديال الترويض الطبي، اضافه الى مصلحه اخرى ولا وحده اخرى كتأوي الناس اللي عندهم مشاكل في النطق، مصلحه لوختوفوني ولا وحده لوختوفوني،
اللي داخله في هذه المصلحه. كانت هذه المصلحه لعبت واحد الدور كبير في اطار هذه الفاجعه اللي كانت جاتنا، لانه بقى المركز الاستشفائي كيصيفط لنا المرضى اللي هما قاموا بعمليات جراحيه، ولكن كان احتضناهم احنا في هذا المستشفى القرب الحميد وقدمنا لهم خدمات ولازلنا نقدم خدمات، ودائما المرضى كيخرجوا وعاود الاخرين اللي كيدخلوا لنا لهذا كنأويهم بطريقه اللي هي احترافيه فيما يخص الترويض مع مجموعه ديال المرويدين اللي هما عندهم خبره في المجال. التحاليل مزيانين، طبيبه البنت شافك عطاك الموافقه، ان شاء الله راه غادي نديروا الموعد العمليه وغادي نديروا استئصال المراره بالمنظار ان شاء الله. الاول جيت على الحريق ديال الكلاوي، دوزت على الكلاوي دار لي تلبازه شريفه، وملي دوزت داك ملي رجعت عندهم قال لي ما عندكش الكلاوي شويه سي بس ما كاين فيهم الكركير غادي يبراو، عندك الحجره في المراره صيفطوني هنا لهاد السبيطار. العمليه راه كدار هنا في المستشفى، الحمد لله عندنا تقنيات متطوره منهم الجراحه بالمنظار اللي كتخلي بان المريض كنديروا ليه واحد العمليه اللي كدوم مده قصيره، حتى البنج ما كيكونش طويل، المده ديال البنج ما كتكونش طويله، والاستشفاء المريض كيكون قصير، ومنها حتى لا سيكاتريس اللي كانت نورمالمون المرضى كيعانيو منها كانت كبيره، ولات دابا الحمد لله سيكاتريس صغيره، والمريض دغيا تيتعافى وتيخرج في مده 24 ساعه حتى 48 ساعه. هاد السبيطار كنا كنمشيو لمراكز صحيه صغيره، وكان الا كاع صيفطوا شي سبيطار كبير كنضمنوا تجي بلاصه وسبيطارات اخرى. هاد السبيطار جا هنايا في موقع مزيان وقريب لينا، قريب لسكان الحامد. بالنسبه لهذا المختبر تيعمل 24 ساعة على 24 ساعة دون انقطاع، ويستفيد من خدماته فئتين من المرضى، كاين المرضى الخارجيين يعني الذين يتوافدون من خارج المستشفى، والمرضى الداخليين. بالنسبة للمرضى الوافدين من خارج المستشفى يعني كيشوفوهم في لي سونتر دو سونتي يعني المراكز الصحية القروية والمراكز الصحية الحضرية ومراكز التشخيص. هاد الناس هادو بفضل المجهودات كما قلنا ديال التقنيين استطعنا اننا نوصلوا لصفر موعد، وهذا كان تحدي لنا، والحمد لله استطعنا ان نديروا هذا التحدي ويكون عندنا صفر موعد. بالنسبه للمرضى الداخليين هما المرضى اللي تيتقاطروا عندنا من المستعجلات، من قسم المستعجلات وقسم الولاده وقسم الجراحه وقسم طب الاطفال، والحمد لله اننا استطعنا اننا نلبيو هاد الحاجيات، وصلنا لعدد التحاليل المنجزه ما بين 1600 تحليله الى 1800 تحليله شهريا. مصلحة الأشعة بمستشفى القرب بالمحاميد كتتكون من جوج ديال القاعات ديال تشخيص الأمراض عن طريق الأشعة، وقاعة خاصة بتشخيص الأمراض أو سرطان الثدي، وقاعة فيها تشخيص بالصدى أو ما يطلق عليه ليكوغرافي. بالنسبه للزيكزام اللي تنديروا هنايا كاننا نقدروا نقسمهم على ثلاثه ديال الانواع، هناك زيكزام اكسترن يعني فحوصات خارجيه يعني الناس اللي تيصيفطوهم لنا لي سونتر دو سونتي على برا، هاد الناس هادو الحمد لله توصلنا باش نغطيو كاع هاد لا بوبولاسيون ديال المحاميد اللي كنا تنعرفوا بان ماشي سهله، كتجاوز 200 الف تقريبا نسمه،
وعندنا لي مرض اللي كاينين ديال الاستشفاء، مصلحه الاستشفاء، وعندنا المرضى ديال المستعجلات اللي تاهما تبارك الله عدد كبير. بالنسبه لنا احنا وصلنا هذه المصلحه، وصلنا لصفر موعد، يعني زيرو رونديفو، خاصه بالنسبه للامراض اللي ممكن نديروا لها تشخيص بالاشعه، وبالنسبه اللي ما او تشخيص سرطان الثدي وصلت تقريبا كنوصلوا حتى 23 24 مرض في الشهر، يعني تقريبا ضربتيها في 12 تعطيك واحد العدد. هذا المستشفى هذا كنبغي ناكد بانه واحد المستشفى من الجيل الجديد اللي كيتميز بواحد النظام معلوماتي شامل، كيمكننا من اننا نقوم ببرمجه معطيات المرضى والرقمنه ديال الملف الطبي شامل لجميع المرضى اللي كتولج لهذه المؤسسه الصحيه، وبالتالي هذا تيمكننا من اننا نحفظوا المعلومات بواحد الطريقه ونسهلوا العمليه ديال العمل ديال المهنيين ديال الصحه، وتكون الدقه في المعلومه. أهلا بكم. من بين ركائز المطبخ المغربي الاعتماد على الثوم كمادة أساسية في الطبخ. هاد المادة اللي كيف ما كنعرفوا أن عندها إيجابيات كبيرة على الصحة ديالنا، فإذا استعملنا فص واحد من الثوم يوميا أكيد أنه غيرجع لنا بالنفع. من الإيجابيات ديال الاستعمال اليومي ديال الثوم هو أنه كينقص من الضغط الدموي بالنسبة للأشخاص اللي مصابين بالارتفاع ديال الضغط الدموي، بالنسبة أيضا للأشخاص اللي مصابين بارتفاع الكوليسترول، فالثوم كينقص من نسبة الكوليسترول الضار أو ما يسمى بالكوليسترول LDL، كينقص من نسبة الجذور الحرة بحيث أنه كيتعتبر كمضاد للأكسدة، وبالتالي فهو كيحمينا من مجموعة من السرطانات، مثلا سرطان الثدي وسرطان البروستات عند الرجال. الثوم كيتعتبر كأنتيبيوتيك ولا مضاد حيوي طبيعي اللي ما عندوش أعراض ولا تأثيرات جانبية. ننسوش أيضا أنه الثوم عنده إيجابيات كبيرة على الشعر، بحيث أنه كيحفز هذوك البصيلات اللي كيكون عندنا في الشعر وكيقوي الشعر، كيقوي الأظافر. الثوم أيضا كيتعتبر كمضاد للطفيليات، مضاد للبكتيريات، ومضاد للفيروسات. منساوش أيضا أنه الثوم عنده منافع كبيرة على الجهاز الهضمي، بحيث أنه كيحفز الكبد على إفراز مادة الصفراء، وبالتالي كيساعدنا على الهضم. لهذا ضروري أننا نستعملوا هذه المادة، هذه نستعملوا فص يوميا من الثوم، ولكن خصنا نعرفوا الطريقة كيفاش نستعملوه. في الاستعمال اليومي ديال هذا الفص خصنا نقيوه ونقطعوه ونخليه واحد 10 حتى 15 دقيقة عاد باش نستعملوه، لأنه ملي كنخليوه هذه المدة هذه فكيتم إفراز واحد المادة اللي كتسمى الأليسين، وهذه المادة هي المادة الحيوية في الثوم. إذا الثوم عنده إيجابيات كبيرة، خصنا نحاولوا أننا نستعملوه يوميا ولكن ما نفوتوش الجرعة المسموح بها. موضوع جديد في الحلقة المقبلة من فقرة حمي نفسك الأسبوع المقبل بإذن الله. بالمناسبة اليوم العالمي لداء السكري اللي هو يصادف ديما 14 نوفمبر من كل سنة، الجامعة المغربية كتحتفل بهذا اليوم من خلال معارض وطنية. هذا السنة المعرض الوطني 19 في مدينة المحمدية، والهدف من هذا المعرض هو تكون عروض ثقافية، ندوات طبية، تبادل الخبرات من مختلف الجمعيات. هنا كيجمعوا أكثر من 30 جمعية اللي كتلقى في هذا الملتقى. الجمعيات ديال المنطقة أو جهات درعاتها في ألت جينا باش نتمثلوا هنا في المعرض الوطني 19 للجامعة المغربية لداء السكري بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري. وبطبيعة الحال احنا مجموعة ديال الجمعيات جينا باش نشاركوا في هذه الأيام، وفي نفس الوقت باش نستفدوا باش نديوا واحد العدد المسائل للجمعيات ديالنا في المنطقة اللي احنا كنشتغلوا مع واحد العدد ديال المئات ومئات ديال مرضى السكري في تلك المناطق. عندي واحد الوليد تخازوميك و
طلبات مني الجمعيه انني نجيبوه هنايا باش نشوفوه لحقاش هاد الوليدات كيقولوا متعرضين بزاف الامراض على ما عندهمش المناعه قويه ولاتي العلش حضرت اليوم باش نجيبوه. حنا الدور ديالنا هنايا اننا جينا باش نعطيو نساعدوا الناس الساكنه ديال هاد الساكنه ديال المحمديه اننا نعبروا لهم السكر والناس اللي عندهم مشكل ديال الجليسيمي طالع كيشوفوا الطبيب ديالهم وكيشوفوا التخدمو ديالهم واش غادي به هو هذاك ولا لا والناس اللي عندهم مشكل ديال لاطونسيون كيشوفوا الطبيب ديال لاطونسيون كاين هاد الناس الوليدات الصغار من المشكل عندهم كيكون ديال تريزومي كنتبعوا معاهم كنشوفوا الحاله ديالهم. جيت على حساب نعبر السكر نشوف السكر واش عندي طالع ولا انا ما كنتش عارفه واش عندي السكر وشويه قالوا لي عندك طالع السكر باقا ما تبعش عليها. الحمد لله التمسنا واحد العدد ديال الامور اللي هي تخص بالنسبه خاصه بالنسبه للمرضى السكري بالنسبه للتوعيه والتحسيس يعني منذ الصباح يعني كانت الانطلاقات ديال الكشف المبكر للداء السكري بالنسبه للساكنه ديال المنطقه وكاين واحد التوعيه والتحسيس من طرف الاخصائيين في هذا الجانب هذا اللي هما ديما سنويا كيجيبوا ما هو جديد في هذا الموضوع هذا اللي هو الداء السكري. الجامعة المغربية لداء السكري تأسست في 1992 في مدينة مراكش والهدف الأساسي ديالها هي التكفل بداء السكري عند المصابين باش كيفاش الطريقة التعامل معه باش تماما نجتنبوا كلهم المضاعفات والمشاكل ديال مرض السكر مرض مزمن واللي ما يعرفش يتعايش معه وياخذ بالخصوص الوسائل والنصائح ديال الطبيب المعالج ديالو يمكن يوقع عليه مشاكل وهذه هي الاهميه ديالنا خاصنا نبسطوا الامور ونعطيو نصائح المرضى كيفاش يتعايشوا مع مرض السكري في جميع الحالات.